السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تم إعادة إطلاق الموقع الجديد الذي كان اسمه في السابق إيزي. أتذكر تقريبا كان اسمه هنا إيزي إنفرد، الآن تحول إلى الاسم هذا. ما يهمنا هو هذا، هو عبارة عن المنجم الروسي، لا تستثمر أكثر من 100 روبل. أنا سأقوم الآن بالاستثمار في 100 روبل وعمل فيديو. الفيديو خاص بهذا الموقع يعطيك تقريبا ما بين 50 إلى 15 ألف روبل على حسب القناة الخاصة بك. إذا أردت الاستثمار قم بعمل فيديو وانشره بأي قناة. طيب، هنا اللغة الروسية، هنا اللغة الإنجليزية، ممكنك ترجمها إلى اللغة العربية. انه بيقول لك انها فرصة عظيمة لن تضيع. لماذا اخترنا هذا الموقع؟ طبعا يتغير كل مرة باسم اخر، استغله في البداية. هنا حاسبة الربح، هنا الايداعات الاخيرة كلها 100 روبل، وهنا المسحوبات الجديدة. الموقع تقريبا تغير اليوم او امس الليل. هنا انضم للبرنامج وكن شريكا وستحصل على 6 مستويات للربح. هنا افتتاح الشركة إذا أردنا أن نطلع عليها. يبدو أنها موثوقة. طبعا الموقع موثوق نفس المواقع السابقة. استغلوا في البداية حتى فترة شهر أو أقل من شهر، ثم أوقفوا الإيداع فيه. لا تودع أكثر من وديعتين، أودع وديعة واحدة فقط. هنا نظام الدفع المقبولة، الوسائل المقبولة. إذا عدد المستثمرين 1172، وهذا عدد المواقع. عملية التسجيل تكون من هنا، اللي هو تفويض، عفوا تحقق فيه، تحقق فيه هو عبارة عن عملية التسجيل. إذا يا شباب نضغط على تحقق فيه، ثم تقوم بإدخال الاسم، الإيميل. الاسم لازم يكون من 4 إلى 16 حرف، اسم تسجيل الدخول، الايميل الخاص بك، ثم كلمة المرور مرتين، ثم تقول لعملية التسجيل. هذه هي واجهة الموقع. اذا هنا البروفايل الخاص بك، هنا البونس، هنا استثمارك، هنا السحب، هنا الإيداع، هنا التاريخ، هنا الشركاء ماي برينتر، هنا السيتنج. إذا قمت بعمل فيديو لهذا الموقع ستحصل على اللي هو الباونتي ما بين 60 إلى 15 ألف روبل. كل فيديو تقوم بعمله ستحصل على هذا المبلغ. في قناتك أن ترفعه في قناتك اليوتيوب. ثم بعد ذلك معنا الإيداع، الإيداع الخاص بنا. قبل ما نقوم بعملية الإيداع ننتقل إلى السيتنج. نقوم بنسخ الباير الخاص بنا، هذه الشركة الناشئة. انتبه لأسباب تتعلق بسلامة المحفظة لأموالك المحددة للدفع مرة واحدة. إذا كنت بحاجة إلى تغيير محفظتك اتصل بالدعم الفني. حدد المحفظة، أنا أريد الباير. عدد المحفظة هذه هي نهايتها 77. ثم أقوم بعملية الحفظ. تم حفظ البيانات بنجاح. إذا لا أستطيع أن تغيير هذه المحفظة المرة الثانية. هنا الرابط الخاص بالشركاء، الرابط الخاص بالشركاء. تقوم بنسخ هذا الرابط لنشره، تقوم بنسخ هذا الرابط ثم تنشره على التليجرام أو أي قناة خاصة بك. بعد هذا نقوم بعملية الإيداع، الإيداع من هنا ديبوزيت. إذا أنا كم أريد الخطة؟ هنا الخطة تقريبا غير مفعلة. بروفايل، إذا لا توجد عندي أي إيداع إلى الآن. أصلاً 25 ألف روبل. طيب للاستثمار،
هذا خطاب الخاص بالاستثمار من الخطة غير موجودة. اختار النظام، مثلا اختار الباير، ثم احدد مثلا 1000 روبل. اذا كانت 1000 روبل سيعطيك النظام ارباحا تصل الى، طيب اذا فعلت 100 روبل ستكون ارباحي 200 روبل، 500 روبل، لو فعلنا 1000 ستكون 2900. اذا الخطة الثالثة تقريبا، هنا الودائع الخاصة بي لا توجد لدي خطط إلى حد الآن. طيب هنا الانسحاب. قبل الانسحاب سأقوم أنا بالاستثمار، أولا سأقوم بعملية الاستثمار. طيب للإيداع، إيداع جديد، اختر نظام الدفع، أنا سأقوم بالإيداع من الباير. هنا الباير المبلغ 100 روبل، ثم سأقوم بفوق حتى أول انتقال إلى الباير للموافقة. إذن هنا اخترنا 100 روبل باير. العملية الديبوزيت توب أب، ثم اختار هنا الباير عبارة عن روبل. اتأكد من الرصيد، لحظة بس. طبعا اغلبية مسحوباتي هنا هي عبارة عن من هذا الموقع. طيب هنا اقوم بالموافقة، كونتينيو او كونفيرم. بعد الكونفيرم ثاني مرة، هنا الرصيد 153 مسموح لي في الاستثمار. اذا بعد 24 ساعة ساريكم فيديو السحب لمبلغ نصف المبلغ تقريبا. تم الايداع الان 100 روبل هنا بالخطة ماشية. بامكانكم الاطلاع على الهيستوري، لا يوجد لان لم اقم بعملية السحب. هنا الايداع الخاص بي، مية روبل سيكون ربحها، لا نعلم كم بالضبط الربح المطلوب. من هنا عملية السحب، عندما أصل إلى عملية السحب وسوف أقوم بشرحها بفيديو آخر يوم غد إن شاء الله، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. إذا من هنا نقوم بعملية السحب عندما يكون لدينا الرصيد. من هنا نختار وسيلة الدفع ثم نقوم بعملية السحب. أرجو الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. إذا استغلوا البونتي، قوموا بعمل فيديو، بعد أن تقوم بعمل فيديو قم بأخذ الرابط الفيديو والصقه بهذا المكان، ثم افعل إرسال ليصلك المكافأة الخاصة بالفيديو. كان هذا كل ما لدينا لهذا اليوم لهذا الموقع، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة.